النهارده هنراجع شابتر الهرمون، شابتر مش كبير قوي بس عليه شويه افكار محترمه. وزي ما وعدتكم ان الافكار مش هتتكرر، يعني انا متعمد ان يبقى النهارده افكار جديده بخلاف اللي احنا خدناها في المونثلي ريفيجن قبل كده او بخلاف الهومورك. فعشان تبقى حضرتك مستفيد من المراجعه كويس، اوعى تفتح الفيديو قبل ما تكون مراجع الهومورك بتاعك ومراجع المونثلي ريفيجن بتاعتك اللي كانت موجوده عندك على النت لو سمحتوا. طيب النهارده بنتكلم على شابتر الهرمونز، هرمون شابتر نمبر 2. طب انا بدرس الهرمون ليه اصلا؟ عشان ده جهاز تاني او دي كيميكال ماتيريال بتساعد في الكوردينيشن بتاع جسمك. طيب ليه يا مستر؟ اصل انت جسمك يا دكتور في جهازين اتنين بيديروا، خلي بالك، الهيومن اكتيفيتي او الليفنج اورجانيزم، بس انا بتكلم على البني ادم ان جنرال. يعني انا بدرس الشابتر ده تاني ليه؟ لان اي ليفنج اورجانيزم في جهازين يشغلوه، في جهاز اسمه نيرفس سيستم بيبعت نيرف امبلس للاورجن بتاع جسمك تخلي الاورجن يعمل الفانكشن بتاعته، وده جهاز عنده هاي سبيد 140 متر بير سكند، درسته في ثانيه ثانوي، جهاز سريع جدا، نيرفس ستيميليشن عاليه قوي. وفي جهاز تاني اسمه اندوكراين جلاند، جهاز اسمه اندوكراين جلاند اللي بينزل شويه مواد معفنه كده اهوت اسمها هرمونز، واتعمل لها شابتر في ثانويه عامه. الهرمونز دي يا دكتور كانت بايظه بلاد وتمشي للاورجن تخلي الاورجن يعمل الفانكشن بتاعته. حلو، ايه بقى الفرق ما بين الجهاز ده والجهاز ده؟ اول تكه يقول لك الهرمونال افكت سلوور ذان نيرفس ستيميليشن. اه طبعا الجهاز ده تاثيره ابطا من تاثير الجهاز العصبي على جسمك. اشمعنى يا مستر؟ لان الهرمونز مواد كيميائيه كارد باي ذا بلاد تو ديفرنت بودي اورجنز، فهتاخد وقت يا كبير عشان توصل للاورجنز بتاعتها. فسبب بطء الجهاز ان هو السيجنالز بتاعته اللي هي الهرمونز كارد باي ذا بلاد. طيب ايه بقى الفرق ما بين الجهازين؟ ده جهاز سريع جدا، ده جهاز بطيء جدا. الاثنين بيديرهم او بيظبط ما بينهم منطقه في المخ كده اسمها الهايبوثالامس، درستها في ثانيه ثانوي. القصه في حاجات في جسمك محتاجه سرعه فيبقى النيرفس سيستم هو اللي بيديرها، في حاجات في جسمك محتاجه بطء فيبقى الاندوكراين جلاند هو اللي بيديرها. يعني الحب والمشاعر والكره والهضم والحرق والكلام من ده كله هرمونز. ماشي، طيب دي قصه الجهازين اللي بيديروا جسمك، ودي المقدمه اللي خلتنا ندرس اصلا شابتر اسمه شابتر الايه؟ الهرمونز. طيب احنا عندنا بقى مستر زي اي شابتر في الدنيا بيتكلم على موضوعين اساسيين، عند البلانت هرمون وعند الانيمال هرمون. باختصار وبروقان، البلانت هرمونز اسمها يا مستر؟ البلانت هرمونز عايز اعرف منها كم معلومه، اسمها اوكسنز، الماده الخام بتاعتها الموست فيموس وان اندول اسيتيك اسيد. يبقى انا عندي بلانت هرمونز كولد اوكسنز، الموست فيموس وان اندول اسيتيك اسيد. طب مستر بلانت هرمونز، خلي بالك يا دكتور، سجل يا دكتور معلوماتك، البلانت هرمونز الاسم العلمي اوكسنز سيكريتد باي او ها جروينج تيبس، ومين تاني؟ والجرين بادز. طيب مستر الماده الخام بتاعتها اندول اسيتيك اسيد، العالم اللي اكتشفها بايسون جونسون وهو بيدرس اكسبيرمنت اسمها الفوتوتروبيزم. الفوتوتروبيزم ده يا مستر اللي هو الريسبونس للبلانت تو لايت سواء كان الروت او الستيم، وقلنا ان الستيم يتحرك بوزيتيف فوتوتروبيك والروت يبعد عن الايه؟ عن اللايت فيبقى نيجاتيف فوتوتروبيك. الراجل اكتشف ان الجروينج تابس اللي هي الابر بارت بتاع الستم هي اللي بتفرز اوكسنز وينزل يتحرك على المنطقه اللي تحت منها اللي اسمها اولينجيشن زون. فخلي بالك الاولينجيشن زون دي تستقبل ديفرنت ايه؟ different amount of oxygen، ففي جنب يطول اكتر من الجنب التاني زي ما انتوا فاهمين طبعا من ايه؟ من التندرل ومن تانية ثانوي. الجنب الضلمة اللي هو الدارك سايد هيبقى عنده مور اوكسنز فهيعمل اولينجيشن ويطول، والجنب اللايت هيبقى عنده ليس اوكسنز فمش هيطول ولا حاجة، فعشان كده الستيم هيروح ناحية اللايت. طب بالنسبة للروت اوبزيت افكت، الجنب اللايتد هو اللي هيطول اكتر من الجنب مين؟ الدارك.
عشان كده يمشي اواي فروم ذا ايه، اواي فروم ذا لايت. مين اللي قال الهري ده؟ اللي قال الهري ده عالم اسمه بايسون جونسون. اطلع انا بقى هنا كلمه، مكان السكريشن بتاع الاوكسينز الجروينج تيبس والبض، مكان الافكت، الافكت زون اللي هي الاولينجيشن زون، يبقى في مكان افراز ومكان شغل او مكان عمل، مكان تاثير. السكريشن سايت اللي هو الجروينج تيبس او البض، الافكت سايت، خلي بالك يا دكتوره علا، الافكت سايت هو عباره عن الاولينجيشن زون. طيب ده كلام جميل. طيب ماشي يا مستر، ده البلانت هرمون. وظيفه البلانت هرمون ايه يا مستر؟ الفانكشن بتاعته كل حاجه، البلانت جروس، الفاريشن بتاع التيشو، الفوتوتروبيزم، الهايدروتروبيزم، الشيوتروبيزم، كل حاجه في جسم النبات، الفروت فورميشن، الفلاور فورميشن، الانفلورسنس، كل حاجه في جسم النبات مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الاوكسنز. معانا كام تفصيله صغيره كده. طيب ده كلام جميل. يبقى البلانت هرمون احنا جمعناها، مين اللي اكتشفها، بتيجي منين، بتشتغل على ايه، طيب مسؤول عن كذا، واكتشفنا فكره الفوتوتروبيزم معاها. طيب يجي بقى عندنا في الهيومن، الهيومن قال لك برضو في حاجه اسمها البلانت هرمونز. بس لو احنا بنعمل كومبير عبيطه كده ما بين البلانت هرمون وما بين الانيمال هرمون، البلانت هرمون كانت اندول اسيتيك اسيد اسمها العلمي اوكسنز، الماده الخام بتاعها اندول اسيتيك اسيد. لا احنا عندنا الانيمال هرمون ممكن بروتينك ماتيريال، ممكن تبقى بروتين، ممكن تبقى امينو اسيد، ممكن تبقى ليبيدز اللي هي سترويدز ديريفاتيف ليبيد. طيب البلانت هرمون يا مستر كانت بتيجي من الجروينج تيبس وبتيجي من البود. لا الانيمال هرمون حضرتك بتيجي من الاندوكراين جلاند. طب حلو يا مستر، البلانت هرمون بتيجي من الاندوكراين ايه؟ جلاند. طب ده كلام جميل. يبقى انا عرفت ان في حاجه اسمها انيمال هرمون وبلانت هرمون. الانيمال هرمون اللي هي ممكن تبقى بروتين، ممكن تبقى امينو اسيد، ممكن تبقى ديريفاتيف ليبيدز اللي هي الاسترويدز، بتيجي من قلب الاندوكراين جلاند. البلانت هرمون اوكسنز اندول اسيتيك اسيد بتيجي من الجروينج تيبس وتيجي من البط. مين اللي اكتشف يا مستر البلانت هرمون؟ بايسون جونسون حبيبي، هو بيدرس موضوع اسمه الفوتوتروبيزم. حلو، اللي هو ريسبونس اوف ذا بلانت تو لايت. طب مستر مين اللي اكتشف الانيمال هرمون؟ اكتشف الانيمال هرمون اتنين علماء، كلود بيرنارد ابتدينا بيه لما درس الليفر وشرحه واعتبر ان الليفر فيه حاجتين، اكسترنال سكريشن اللي هو البايل، وانترنال سكريشن اللي هو الستورد فود اللي اسمه جلايكوجين. وده كلام فاكس ما يمسش باكتشاف الهرمون بشكل قوي، لكن فعليا اللي اكتشفه الراجل اللي ضحى بكلبه اللي هو ستارلينج، الراجل اللي اكل الكلب وفتح بطنه وابتدى يتفرج على الجوت بتاعه اللي هو الامعاء بتاعته، وقطع لو انتوا فاكرين يعني قطع النيرفس سبلاي اللي كانت واصله لمين؟ للبنكرياس. فلقى ان هو بعد ما قطع النيرفس سبلاي اللي واصله للبنكرياس، البنكرياتيك جوس ستيل سكريتد، لسه مستمره في الافراز. استنتج ان في نون نيرفس ستيميليشن افكت ذا اكتيفيتي اوف بنكرياس، وقعد يشرح بالمشرط بتاعه عقبال ما تمسكه انت يا رب المشرط ده وتشتغل. فلقى ان الميوكاس ممبرين لايننج ذا ديودينم بيعمل كيميكال ماتيريال اطلق عليها كيميك اكتيفيتور او هرمونز تمشي مع الدم وراحت للبنكرياس خلته ينزل الجوز بتاعته. اللي احنا عرفنا في نهايه الشابتر ان الكيميكال ماتيريال دول كان هرمون السكرتين وهرمون الكوليسيستو كاينين، ده اكتشاف البلانت الانيمال هرمون. يبقى اللي اكتشف الانيمال هرمون ستارلينج لما قطع النيرف سبلاي اللي وصل للبنكرياس، ولقى ان البنكرياتيك جوس ستيل سكريتد برضه لسه مستمره في الافراز. هنا فكر وهنا قررت ان النيرفس ستيميليشن مش هيشتغل في كل حاجه في جسمي، ده في انذر ستيميليشن بس بيديرها الاندوكراين جلاند. فابتدى العلم يتطور والدنيا تشتغل، نجيب اندوكراين جلاند بقى ونبتدي نشتغل عليه. عارف ان الهرمون بروتين وفي منها امينو اسيد وفي منها مين؟ ليبيدز. يبقى خلي بالك الهرمون مش نفس الماده الكيميائيه الخام، مش نفس الكيميكال ماتيريال، كل هرمون وله ماده كيميائيه معينه. طيب الهرمون زي مستر بتيجي من الاندوكراين جلاند، طبعا انتوا عارفين ان هي داكتلس جلاند اللي هي سراوندد باي هيفي بلاد كابيلرز على عكس الاكزوكراين وعلى عكس الميكس. طيب الهرمون سكريتد باي ميلي جرامز اللي هي المايكرون، ليه يا مستر؟ لانها جاست اكت از ستيميليتور، واني انكريز اور ديكريز يعمل ديستربنس زي ما انتوا عرفتوا حاله الاكروميجالي بتيجي ازاي، حاله الدوارفيزم بتيجي ازاي، اكزوثالاميك جويتر بتيجي ازاي، السمبل جويتر بيجي ازاي، زياده ونقص يعمل مشاكل.
الهرمونز بتأثر على كل جسمك، سيكشوال ماتيوريتي، عند البيهيفير، ايموشنال سبلاي، عند الميتابوليزم، عند حالة الهوميوستيزز، عند البون والفيزيكال جروث. دي كلها شغل الهرمونز. دي كانت المقدمة بتاعت يعني ايه بلانت هرمون ويعني ايه انيمال هرمون، ونشتغل بروقان كده. هنا بنتكلم على فكرة البتويتر جلاند، اهم غدة عندك. ليه اهم غدة؟ لان بحكم مكانها، بحكم الكونكشن بتاعها، هي اهم غدة. اشمعنى يا مستر؟ هي الغدة اللي تحت البرين على طول، بتاخد تعليماتها بشكل مباشر من البرين. هي الغدة الوحيدة اللي قالك beneath the brain connected to hypothalamus، هي الغدة اللي ماسكة في مخ معليك، وبالتالي هي اللي بتستقبل المعلومة بشكل مباشر. طيب هي الغدة الماستر ليه؟ بحكم ان هي اللي بتدير كل الناس، هي اللي بتبعت بتويتر تروفين لكل معظم او المعظم الاندوكراين جلاند. بلاش كلمه كل دي. طيب الغده دي كانت البتويتر جلاند، لما كنا بندرسها قلنا ان هي متشعلقه في مخ معليك في منطقه اسمها الهايبوثالامس، متشعلقه عن طريق كوبري كده اسمه الانفانديبيولم. وكنا بنقول ان الجلاند دي 3 بارتس، 3 بارتات، انتيريور وميدل وبوستيريور. وقعدنا نقسمها كده مع بعض وقلنا والله انا بلاقي ان الانتيريور والميدل الاثنين بيشتغلوا مع بعض، فكنا بنقول عليها ادينو هايبوفيسس بارت. وقلنا ان البوستيريور مع الانفانديبيولم كان اسمه العلمي نيورو هايبوفيسس بارت، فهي فانكشنالي عباره عن جزئين ايه كبار. طيب كانت بتعمل ايه الغده؟ ماستر يا كبير، بتدير معظم الاندوكراين جراند اكتيفيتي بحكم اتصالها بشكل مباشر مع النيرف سيل بتاعه الهايبوثالامس. طب بتنزل كم هرمون يا مستر؟ 8 في وش العدو، 8. 2 من البوستيريور لوب اللي هم النيورو هايبوفيسز اللي هو الاي دي اتش لو انت فاكره، والاوكسيتوسين. اوكسيتوسين هرمون والاي دي اتش هرمون. دي كانت الهرمونز اللي بتيجي من النيورو هايبوفيسز بارت. وخلي بالك وديت الهرمونات الوحيده اللي في منهجك اللي بنقول عليهم نيورو هرمون. اشمعنى؟ لان دول الاثنين هرمون الوحيدين اللي في منهجك اللي بيجوا من النيورو سيكراتري سيلز، من الخلايا العصبيه المفرزه اللي موجوده عندك في قلب الهايبوثالامس. مش احنا قلنا ان في خلايا عصبيه موجوده في قلب الهايبوثالامس بتفرز هرمون اوكسيتوسين والاي دي اتش، ويمشي منها يروح للانفانديبيولم، ومن الانفانديبيولم يروح للبوستيريور لوب، والبوستيريور لوب يبتدي يوزعه. فخلي بالك يمكن ده الهرمون او دول الاثنين هرمون الوحيدين اللي في المنهج اللي هم نيورو هرمون، هرمونات عصبيه يعني اصلهم خلايا عصبيه اللي هي النيرف سيل. خلي بالك برضو ان دول الاثنين هرمونز اللي في منهجك اللي مكان السكريشن بتاعهم غير مكان الديستريبيوشن بتاعهم، مكان انتاجهم غير مكان توزيعهم، لان هما بينتجوا في حته ويوصلوا للدم من حته تانية خالص. هما كانوا بيتعملوا في قلب النيورو سيكريتري سيلز اوف هايبوثالامس يعني في الحته دي، ويتحركوا عن طريق الانفانديبيولم ويروحوا للبوستيريور لوب، ومن البوستيريور لوب يركبوا الدم ويتحركوا، على عكس بقى الهرمونز. طيب ماشي، اي دي اتش كان بيعمل ايه يا مستر؟ كان بيرفع ضغط الدم بتاعك. كان الاي دي اتش مع البلاد بريشر دايركت، وكان الاي دي اتش انفرس مع اليورين اماونت، فعشان كده كنا بنسميه الفي اتش هرمون اللي هو الفازوبريشن هرمون، انتي ديوريتيك هرمون اللي هو الهرمون اللي بيقلل كميه اليورين. كنا بنستخدمه طبعا تو تريت لو بلاد بريشر بعد السيرجيكال اوبريشن لو انتوا فاكرين الكلام ده. ده الهرمون اللي له علاقه مع الاوزموزيس بتاع دمك. ده الهرمون اللي لما دمك تركيز الاملاح فيه يزيد يبتدي الهرمون ده يطلع يروح للكليه يقول لها ما تخرجيش دم، ما تخرجيش يورين كتير، ورجعي لنا ميه للدم عشان اقلل الاوزموزيس بتاعه الدم، عشان اقلل تركيز الاملاح جوه الدم. خلي بالك الهرمون ده هو كان نشاطه بيختلف من فرد للتاني، وكان عنده مشاكل كتير لما يحصل فيه هايبو نقص. يعني لما انا عندي نقص اي دي اتش المفترض ان اليورين بتاعي يزيد وضغط يقع. طب لما يبقى عندي هايبر اي دي اتش ضغط يعلى واليورين بتاعي
يقل فيبقى داركر، لونه غامق كده وكونسنتريتد، وهنلعب عليه افكار كتيره جدا في جزء الحل. انا بس بفكرك كده بالقصه. اوكسيتوسين هرمون، نيورو هرمون، بيجي من النيورو سيكريتوري سيلز اوف هايبوثالامس، يعدي الانفانديبيولم للبوستيريور لوب، يركب الدم ويبتدي يروح على مين يا مستر؟ على اليوترس ماسل، عشان يعمل كونتينوس كونتراكشن وريلاكسيشن، فيعمل حاجه اسمها الطلق اللي يساعد في عمليه البيرث او الليبل. وفي نفس الوقت كان بيعمل ريليزنج للميلك منين يا مستر؟ من الماماري جلاند، استعدادا لللاكتيشن. فكنا بنقول عليه ايه؟ ميلك ليتنج هرمون، الهرمون المحرر لللبن كاستجابه لعمليه الرضاعه. طب جميل، دي الهرمونات بتاعه البوستيرير بارت. كان عندي بقى الهرمونز بتاعه الادينو هايبوفيسس بارت. لو انتم مجمعين بقى الادينو هايبوفيسس بارت كان بينزل 6 هرمون، كان بينزل هرمون محترم لوحده جدا اسمه الجروث هرمون، الجي اتش هرمون، اللي هو كان بيعمل ايه يا مستر؟ كان بيدير عمليه البروتين ميتابوليزم. طيب، وبالتالي كان افكت البونز جروث اللي هو الفيزيكال هايت، وقلنا ان كان منه افتكاسين كده، لا يزيد هايبر لا يقل هايبو. لما كان يزيد في مرحله الطفوله كان بيعمل حاله الجايجانتيزم، ولما يزيد في مرحله الادلت اللي حضرتك فيها دلوقتي يعمل حاله الاكروميجالي اللي هي تضخم عظم الوش والايدين والكلام من ده، ميخه لو انت فاكرها. طب لما يقل يا مستر؟ لما يقل في التشايلد يا رجاله كان بيعمل حاله اسمها حاله الدوارفيزم. طب لما يقل في الادلت؟ ناثينج، ولا حاجه. ليه يا مستر؟ لان انت مش هتكش تاني بعد ما كبرت يا بره. فكان تاثير الهايبو سكريشن ياثر على مين؟ ياثر على الطفوله، لكن ما ياثرش على الادلت ستيج. خلي بالك، الله يكرمك. وكنا بقى بنتكلم في القصه دي بتفاصيل شويه. طيب مستر، كان في جزء تاني اللي هو اسمه البيتويتر تروفين هرمون، واللي بسبب الناس دي اتسمت الغده دي ماستر جلاند او المايسترو جلاند. ليه يا مستر بقى؟ لان من خلال البيتويتر تروفين هرمون اللي كانوا بيجوا من الانتيريور لوب اوف بيتويتر جلاند كانت بتتحكم في الموست اوف اندوكراين جلاند اكتيفيتي، معظم افرازاتهم زي تي اس اتش كانت بتبعته للثيرويد عشان تخلي الثيرويد تعمل ثيروكسين. طيب مستر، اي سي تي اتش كانت بتبعته للادرينال جلاند كورتكس، مش الادرينال جلاند وتسكت، ادرينال جلاند كورتكس، ان المضله ملهاش بتويتر تروفين، خلي بالك. طب كان في عندي الجونادو بتاع طيش الجيم، جونادو تروفيك هرمون، اللي هم كانوا مين يا مستر؟ كانوا اف اس اتش، وكانوا عندي ال اتش، وكان عندي برولاكتين. طبعا انتوا عارفين الاف اس اتش له دور مشترك في الراجل وفي الست، فالراجل كان بيعمل السيمينيفرس تيبيول ويدير عمليه السبرماتوجنسز اللي هي تصنيع السبرم، في الست كان بيعمل الجرافيان فوليكل اللي بيحصل فيها ايه؟ ماتيوريتي للاوفم. طب تمام. طب انا عندي ال اتش كان مسؤول بقى عن شنبك ودقنك والكلام الفاضي بتاعك ده، لان هو اللي كان بيساعد على تكوين الانترستيشال سيلز اللي هي بشكل مباشر بتطلع تستستيرون اللي هو يعمل لك الميل كاركتر. طيب نفس الهرمون في الست كان يعمل ايه؟ يعمل ريليزنج للاوفم من الجرافيان فوليكل ويحولها لكوربس ليتم. الكوربس ليتم ينزل البروجستيرون هرمون اللي هو برضو بيدير ايه؟ عمليه الحمل. طيب جميل. طب مستر البرولاكتين، البرولاكتين موجود راجل في ست بس يظهر جدا في الستات، لانه بيعمل ديفلوبمنت للمامري جلاند والسكريشن بتاع اسف بيعمل سكريشن للملك، تصنيع اللبن عند مين؟ عند الستات. تمام، اللي هو مطلوب لعمليه الرضاعه. طب ما هو في الرجاله في برولاكتين قليل جدا في الرجاله، ويبقى ظاهر قوي عند الاطفال كده، فتلاقي ايه اللي هو يعمل تكوين للملك كده في المامري جلاند عند الرجاله بس بتختفي مع الوقت يعني. تمام، كانت بتظهر عند الاطفال كده، كانت الست تجيب ابنها وتمسك الميموري جلاند بتاعته وتقعد تعصر فيها كده. اسالي جدتك كانت تعمل كده لاخواتك الصغيرين، اسالي بس وانكشي كده، بس ما علينا مش قصتنا يعني. المهم لو انا بتكلم على قصه الميموري جلاند دلوقتي، تلاقي الميموري جلاند البتويتري جلاند مش عتقاها، ماسكاها من الجنبين. الميموري جلاند
غده جوه جسم الست تطلع اللبن، تلاقي الانتيريور لوب والبستيريور لوب قافشين فيها. الانتيريور لوب قافش في موضوع الرضاعه عن طريق البرولاكتين، والبوستيريور لوب قافش في موضوع الرضاعه عن طريق الاوكسيتوسين. فيجي يقول لك البيتويتري جلاند بتدير الرضاعه من جانبيها، اقول له صح، انتيريور بيشارك وبوستيريور بيشارك. ده كان كده ايه يعني دردشه كده في الانجاز عشان تفتكر يعني ايه بيتويتري جلاند وليه اتسمت ماستر وايه الامراض بتاعتها والكلام من دي كله. طيب دي القصه اللي انت جمعناها دي، هنجيب الثيرويد جلاند ونجيب الباراثيرويد جلاند باسئلتهم بالاي كي بي بتاعهم ونبتدي نتشقلب فيهم كده شويه. بس افكرك كده بسمري خفيف كانوا بيعملوا ايه. انت عارف ان الثيرويد جلاند كانت موجوده عندك اون تراكيه، لو احنا بنرسم القفص القصبه الهوائيه بتاعتك، فكان موجود هنا التراكيه بتاعتك والكارتريدج رينج بتاعتها، وكان موجود بقى يا كبير حواليها كده في شكل اتنين لوبس الباراثيرويد جلاند، يا قصدي الثيرويد جلاند، وكان موجود جوه الثيرويد جلاند فور لوبس، صعب انك تشوفهم جدا لان كان حجمهم صغير، اتنين لوب في كل جنب كان الباراثيرويد جلاند. طيب وكان لونها سلايت ريد ومتحوطه بكونكتيف تيشو عشان يعمل لها بروتكشن والقصه الكبيره دي. طيب ومتوصله مع بعض باسمس، ده شكلها ومكانها ولونها. كانت لو احنا بنتكلم بقى على الثيرويد وعلى الباراثيرويد، نبدا بالثيرويد الاول. الثيرويد جلاند كانت غده بنسميها اكتيفيتي جلاند، ليه يا مستر؟ لانها كانت بتنزل هرمون في غايه الاهميه اسمه الثيروكسين. خلي بالك كانت بتسمى الثيرويد لانها بتنزل الثيروكسين هرمون اللي احنا كنا برضو بنقول عليه الاكتيفيتي هرمون. ليه الاكتيفيتي هرمون؟ لان انت لو تفتكر الراجل ده كان مسؤول عن وظائف البيك. فاكر البيك يا دكتور؟ ايه البيك ده يا مستر؟ هو كان مسؤول عن الفيزيكال والمينتال بودي اكتيفيتي، وكان مسؤول عشان كان افكت الميتابوليك ريت. طب ازاي كان افكت الميتابوليك ريت؟ اصله كان بيزود الابزوربشن بتاع الجليكوز فروم سمول انتستين، وبناء عليه كان بيكيب الهير والسكن هيلثي، ده دوره. طيب يبقى الثيروكسين بيعمل الوظائف دي كلها؟ اه. طب مستر عشان اصنع ثيروكسين يعمل الوظائف دي كنت محتاج حاجتين، كنت محتاج استيميليتر اللي هو بتويتر تروفين تي اس اتش، وكنت محتاج رو ماتيريال ماده خام اللي هي كانت الايودين. فالثيرويد جلاند اتسمت اكتيفيتي جلاند لانها بتنزل الثيروكسين اللي احنا بنسميه اكتيفيتي هرمون، لانه بيعمل وظائف البيك اللي هي الفيزيكال والمينيتال جروث، افكت الميتابوليك ريت، وانكريز الجليكوز ابزوربشن، وكيب سكين اند هير ايه هيلثي. كان له مشاكل؟ اه كان له مشاكل كتيره جدا. ايه مشاكله يا مستر؟ مشاكله كان عندي حاله سيمبل جويتر تضخم في الغده، وكان عندي حاله اكزو فاثالاميك جويتر. طيب ايه سبب السيمبل جويتر ليس ايودين؟ الايودين كان قليل. كان سهل العلاج جدا 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 في بدايه الموضوع انك تدي ادمنستريشن اوف ايودين في الفود او في الميه، او تروح تقعد كده ايه على البحر شويه ففي ايودين يدخل جسمك، فكنت ممكن تلحق الموضوع. طب افرض يا مستر ما لحقتش الموضوع، كنا بنوصل للكومبليكيتد سيبتوم بقى اللي كان بتختلف حسب المرحله اللي حضرتك فيها. فلو احنا بنتكلم على تشايلد، على اطفال، خلي بالك تشايلد بدايتها سي، كانت بتديني حاله اسمها حاله الكريتانيزم، سي كريتانيزم وتشايلد بيبدا برضو بحرف الايه السي، وانتوا عارفين اعراض الكريتانيزم اللي انا كنت مجمعها لكم قبل كده في دكتور ليس، اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي ديلي ان سيكشوال ماتوريتي، ريتارديشن في المينيتال اكتيفيتي، كان عندها لارج هيد، كان عنده شورت سوتشر شورت نيك. طيب كان عندي حاله ثانيه اسمها حاله الايه الميكسو ديما، ودي كانت حاله بتتم في قلب الادلت وكانت اعراضها سي لورد 4. المهم ان الحالات دي كلها كان علاجها لو انتوا فاكرين ادي ادمنستريشن للثيروكسين بشكل مباشر بقى، او السيل ايه اكتيف او الاكستراكت اوف الى سنتر اوف ذا جلاند. طبعا انتوا عارفين اعراض السي لورد 4 اللي هو كولد انتوليرانس، لوس اوف هير، اوبستي، رابيد فيتيجابيلتي، ودراي سكن، وديكريز للهارت بيتس، والقصص دي كلها. كانت الاعراض دي كلها اعراض مضاعفات السيمبل جويتر، لكن كان عندي حاله اسمها اكزوفاثالاميك جويتر. اما بقى حاله الاكزوفاثالاميك جويتر زي ما انا قلت لكم كده، الحاله دي بتيجي نتيجه هايبر سكريشن بتاع الثيروكسين هرمون. ده هنا في زياده ثيروكسين هايبر
ثيروكسين بيبقى سببها برضو زياده هايبر ايودين، يعني لما يبقى فيه ايودين كتير الثيروكسين يزيد فيعمل حاله مرضيه اسمها اكزوثلاميك. طبعا انت عارف ان السمبل جويتر اللي هو مرتبط بالهايبر هايبوثايرويديزم، يعني الحالتين دول فيهم نقص ثيروكسين، فعشان كده كنا بنعالج باضافه ثيروكسين او نديله ثيروكسين. طيب هايبر باراثايروديزم، الهايبر ثايروديزم اسف، او الاكزوثالاميك جويتر حاله بتيجي نتيجه زياده الايودين، فبيعمل لي انكريز للهارت بيتس وانكريز للاكسيديشن اوف فود واللوس اوف هير لوس اوف بودي ويت، الواد عمال بينزل تمام كده، وعنده نيرفس اريتابيليتي والكلام من ده كله. وقلنا ان اعالجه بطريقتين، لما ادي ادويه ميديسن طبعا وده افضل، لا اما ادخل اعمل سيرجيكال اوبريشن عشان اشيل جزء من الغده. وقلنا ده مش مستحب، ليه؟ لان خاف اشيل جزء من الغده فاقوم اشيل معاه باراثايرويد جلاند فاعمل مشاكل في الباراثورمون هرمون. طيب دي كانت قصه افكرك كده بالايه بالثايرويد جلاند على سريع، وكان عندك افكار بقى الجرافات بتاعتنا والقصص دي كلها. طيب على الناحية التانية هتبص تلاقي ان الثيرويد برضو استيل سيكريت هرمون اسمه الكالسيتونين او الكالستونين هرمون. الهرمون ده انتجونيستك، بيلعب كده ايه لعبة سيب ونسيب مع الباراثيرويد جلاند لانها بتنزل هرمون اسمه الباراثورمون. لو انتوا فاكرين كنا بنعمل جراف كده ان الكالستونين كان بيشتغل لما الكالسيوم ليفل يعلى، لما الكالسيوم ليفل يعلى عن النورمال يقوم الكالستونين يقلله للنورمال. طب كان ياخد الزياده فين؟ يوديها فين؟ يوديها للعظم، يحط على العظم. فكان الكالستونين بيحمي عظمك لانه بيضيف له كالسيوم ويسحب الاكسس من البلط ويوديه لمين؟ للبونز. طيب لو الكالسيوم مستواه قل على النورمال يا مستر لازم يعلى على النورمال، بس علوه تاني او رجوعه للنورمال بيستدعي افراز باراثورمون هرمون اللي هو بيجي من الباراثايرويد جلاند اللي هي الغده اللي لها اكبر عدد لوبس لانها اربع لوبس بس احجامهم صغيره. طيب كان عندنا بقى ان الباراثورمون بيزود وان الكالسيونين بيقلل. حلو، خلي بالك الباراثورمون بيزود والكالستونين كان بيقلل للنورمال. طب ما احنا كان عندنا حالات مرضيه الباراثورمون لما كان يقل ولما كان يزيد، هايبو باراثايروديزم كان هيقلل مستوى الكالسيوم في الدم عن النورمال وبالتالي يعمل لي ماسل اسبازم، شد عضلي مع الكونفولجن بتاعها. طيب هايبر باراثايروديزم ده كان زياده الباراثورمون عن الطبيعي فهيرفع الكالسيوم عن الطبيعي في الدم. طب انت هتجيب الاكسس من ايه؟ هسحب امه من العظم، لما اسحب كالسيوم من العظم انا هعمل فراجايل بون، انا هعمل اوستوبروسس، هشاشه عظم. فكان دي مشاكل الباراثايرويد مع الثايرويد، واحنا كده نبقى فكرناكم بالجزء ده. فخلي بالك الله يرضى عليك، احنا بنتكلم على الادرينال جلاند. الادرينال جلاند اللي هي الايموشنال جلاند على اعتبار انها بتنزل الادرينالين بتاع الحب والكره والغل والحقد والحسد والمشاعر المعفنه دي وعالم التلزيق ده. طيب سوبر رينال جلاند على اعتبار ان هي موجوده فوق الكليتين بتاعك. طيب ايموشنال جلاند قلناها بقى عشان الادرينالين والمشاعر وادرينال جلاند طبعا. طب الادرينال جلاند لما نيجي نتكلم عليها لازم نقسمها حاجتين، نقسمها منطقه الكورتكس كورتكس ومنطقه المضله. اشمعنى يا مستر؟ اقول لك يا قلبي، عشان دي لها ستيميليتور مختلف عندي. ازاي يا مستر؟ الادرينال كورتكس يا دكتور عشان تشتغل كان لازم يجي لها بتويتر تروفين الاي سي تي اتش من البتويتر جلاند. طيب امال المضله عشان تشتغل كان بيجي لها نيرف امبلس يا دكتور، نيرف امبلس اشاره عصبيه، فالجلاند دي بيديرها حاجتين، الجلاند دي بيديرها بتويتر تروفين الكورتكس بتاعتها والمضله بتاعتها بيديرها الاعصاب بتاعتك عشان عايزين سرعه هنا. اشمعنى؟ اصل المضله بتنزل الادرينالين وابنه نور ادرينالين اللي هو بيعمل ايه يا مستر؟ بيخلي جسمك يقاوم المواقف الايه؟ الامرجنسي، فيزود معدل الهارت بيتس ويزود الاوكسيديشن بتاع اكلك ويزود الجليكوز كونسومشن باي ذا بودي سيلز، والراجل يزود ضغط معاليك البلاد بريشر ويزود الانهاليشن ويزود الاكزهاليشن، ده كله عشان اقدر اواجه الامرجنسي. طب ده كلام جميل، وكان بيقلل حاجه واحده بس اللي هو بيقلل تركيز الجلايكوجين اللي كان موجود جوه الليفر لانه بيكسره. خلي بالك فالحاجات دي كانت محتاجه اعصاب تدي اوامر عشان يبقى سريعه، ما هو ما ينفعش ابقى معدي وفي عربيه هتخبطني واستنى الاس تي اتش يحركني، لا النيرف امبلس
تخليك تتنطر كده من جنب لجنب عشان تقدر تكمل حياتك. لكن لما نيجي نكمل نتكلم على الكورتكس فنلاقي الكورتكس افرازها ابطا شويه لانه افكتد باي اي سي تي اتش، وتلاقي ان الكورتكس بتنزل ثلاث مجموعات من الهرمون السيميلاريتي بتاعتهم ان كلهم استرويدز، هرمونات دهنيه. خلي بالك من قصه هرمون دهني ده، هرمون دهني ده له قصه كده هنحكيها بقى في شويه اسئله حلوه جدا. يعني هرمونات دهنيه يعني هرمونات مصنوعه من استرويدز، يعني هرمونات مصنوعه من فاتي اسيدز، يعني هرمونات ما اتعملتش في قلب الريبوسومز بتاع الاندوبلازميك ريتيكولم، يعني هرمونات ما اتعملتش عن طريق الام ار ان ايه بتاع الدي ان ايه. خلي بالك الناس دي هرموناتها ما بتتعملش في قلب الريبوسوم، تعملش في قلب الريبوسوم. فاجي اقول لك الكورتيزون مثلا والانسولين والادرينالين which one of them doesn't form it inside the ribosome، تقول لي الكورتيزون. اشمعنى؟ لان هرمون دهني مش امينو اسيدز. خلي بالك الله يرضى عليك. طب دي كانت بتنزل ثلاث مجاميع من الهرمونز، كانت بتنزل الجليكو كورتيكويدز اللي هو الكورتيزون والكورتيكوستيرون اللي كان بيعمل ريجوليت للكربوهيدرات ميتابوليزم، ريجوليت كربوهيدرات ميتابوليزم. طيب كانت بتعمل المينرال كورتيكويدز، مينرال اللي كان زيها الالدستيرون. خلي بالك مينرال فيها ال والدستيرون فيها ال، والراجل ده كان بيزود نسبه الصوديوم اللي موجوده في دمك ويطرد البوتاسيوم يطلعه بره الكدني. وكنا بنقول ان له علاقه مباشره كده مع المسل كونتراكشن. ليه؟ لان الدي بولاريزيشن ستيت بتاعه المسل معتمده على الكونسنتريشن بتاع الصوديوم. طب مين بيظبط لك الصوديوم؟ الالدستيرون اللي جاي من ادرينال كورتكس. ده كلام جميل. طب كان عندنا مين تاني يا مستر؟ خلي بالك كان عندنا بلس الالدستيرون اللي هو من الكورتيكويدز اللي له علاقه بالعضلات واللي له علاقه بالاوزموتيك بريشر بتاع دمي وتركيز الاملاح جوه الدم وتركيز الاملاح جوه الكدني بلس الاي دي اتش. الاثنين دول اللي بيظبطوا كميه الميه والاوزموتيك بريشر بتاع دمك وبتاع اليورين بتاعك. كان في سكس هرمون، سكس هرمونز اللي هي الهرمونز السيميلر للاستروجين والبروجستيرون في الستات والسيميلر للتستستيرون في الرجاله. وقلنا ان في بالانس ما بين السكس هرمون اللي بتيجي من الادرينال كورتكس واللي بتيجي من التستس، بحيث ان لو البالانس ده حصل له ديستربنس بيحصل في الراجل يبقى لا مؤاخذه في مينالايزيشن، وبيحصل للست ماسكلايزيشن، ويحصل لها اتروفي في الجونتس، ويحصل لها انفيرتيليتي. دي كانت اهم افكار الغده بالقصه بتاعتها. اتكلم بقى هنا على البنكرياس. ليه البنكرياس جزء مستقل بذاته؟ لان البنكرياس الغده الصريحه اللي موجوده عندك في المنهج از ميكسد جلاند، فيها جزء اكزوكراين وفيها جزء اندوكراين. خلي بالك هي جزء اكزوكراين ليه؟ لان فيها البنكرياتيك اسيناي. طيب البنكرياتيك اسيناي دي كانت بتنزل ايه؟ كانت بتنزل البنكرياتيك جوس. حلو الكلام، اللي هي اللايبيز والبنكرياتيك اميليز والقصص دي كلها. سؤال بقى، مين اللي كان بيدي اوردر للبنكرياتيك اسيناي ان هي تنزل البنكرياتيك جوس؟ كانت الجزء ده الجزء الاكزوكراين بتاع البنكرياس اللي هو البنكرياتيك اسيناي كان جزء استيميوليتد باي سكرتين هرمون والكوليسيستوكاينين. السكرتين والكوليسيستوكاينين هم اللي كانوا بيخلوا البنكرياتيك اسيناي تنزل البنكرياتيك جوس. لكن كان عندي الجزء الاندوكراين بتاع البنكرياس اللي هو الايلتس اوف لانجر هانز، ايلتس اوف لانجر هانز اللي هي كانت مين يا دكتور؟ بيتا والفا سيلز. خلي بالك بيتا والفا سيلز، بيتا سيل والفا سيلز اللي هي الايلتس اوف لانجر هانز، مالها يا مستر بتعمل ايه بقى؟ الجزء ده ما كانش له بتويتر تروفين، الجزء ده كان اللي مسؤول عن افرازه ومسؤول عن تشغيله النيرفس سيستم. ما احنا قلنا الانسولين والجلوكاجون هرمونات بيدار افرازها من خلال النيرفس سيستم زي الادرينالين والنور ادرينالين. طيب الناس دي بقى كانت بتعمل ايه؟ كان البيتا دي عندها لارج نمبر والالفا عندها سمول نمبر. وكان في الرسم، وكان في الرسم البيتا دي الانر سيلز، لو تفتح الرسمه في الملزمه تلاقي البيتا دي الخلايا الداخليه في السكشن، لكن الالفا هي الاوتر سيلز.
البيتا كانت بتنزل هرمون الانسولين، الالفا بتنزل الجلوكاجون، ده اللي كان بيعمل ايه يا مستر؟ ده اللي لما كان نسبه السكر في الدم تزيد ده كان بيعمل ديكريز للجلوكوز ليفل، وده كان بيعمل انكريز للجلوكوز ليفل. يعني لو انا بعمل جراف كان كده، لو سكرك عالي الانسولين يقللهولك، ولو سكرك قل الجلوكاجون يرفعهولك. طيب ماشي يا مستر، الانسولين بقى كان لو اكل زاد يزيد معاه ولما يقل يقل معاه. الانسولين ماشي كان بيقلل سكر ازاي؟ بطريقتين، كان بيزود الاكسديشن جوه البادي سيلز لكل المونوساكرايد اكسبت الفركتوز، عشان كده كنا بنقول ان الفركتوز دايت شوجر. حلو الكلام. وكان بيزود الكونفرجن بتاع الاكسس جليكوز انتو جلايكوجين، يتعان جوه الليفر وجوه المصل في شكل جلايكوجين، وساعات لو زاد يتحول لليبيدز. خلي بالك. طيب الجلوكاجون يا مستر كان الهرمون بيطلع مع الجوع مع الصيام، يطلع يزود سكرك في الدم ازاي؟ كان بيجيب الجلايكوجين اللي ستورد جوه الليفر ويحوله لجليكوز، فكان انفرس مع الجلايكوجين. الجلوكاجون ده كنا بنقول الانسولين خلي بالك مع الجلايكوجين دايركت. كل ما يزيد الانسولين يزيد نسبه الجلايكوجين لان بيخزن جوه الكبد وجوه العضلات، لكن الجلوكاجون كان مع الانسولين انفرس. ادي الجلايكوجين والجلوكاجون كانت النسبه بتاعته قليل، يبقى النسبه بتاعته انفرس. مفيش انسولين يا مستر، بيتا سيل اختفت كلها قطر، الانسولين قل. مريض سكر يا قلبي، مريض سكر نقص انسولين، اعالجه ازاي يا مستر؟ واعراضه اعراضه ديستربنس في الكربوهيدرات والليبيد ميتابوليزم، انكريز للجلوكوز في قلب الدم وبالتالي يزيد في قلب اليورين، عنده كونتينوس سنسيشن والثيرست عطشان على طول، يخش يعمل يورينيشن على طول. الراجل ده ممكن يدخل في غيبوبه، اعالجه ازاي؟ ادي انسولين. تابلت ليه؟ تابلت هو هرمون يد مصنوع من بروتين، يبقى ما تاخدش تابلت، يتاخد حقن عشان يبقى رابد افكت. دي القصه بتاعت الايه؟ الهري بتاع البنكرياس. هنا نتكلم على فكره مين؟ على السكس جلاند بقى وعلى الجاسترو انتستينال هرمون، حاجتين كده خفاف ونعديهم على طول. فاكر انت السكس جلاند اللي هي الجوندز؟ الجوندز دي كانت في الراجل التستس، صح كده يا كبير؟ صح يا كبير. وكانت في الست الاوفري عقبال املتك. كنا بنطلع الميل هرمونز اسمها في الراجل اندروجين، خلي بالك، وكان في الست اسمها استروجينز. خلي بالك الاندرو اسم ولد واستر اسم بنت، فده ريبريزنت الميل هرمون وده ريبريزنت الفيميل هرمون. الاكزامبل بقى يا كبير عندنا في الجونات، لو تاخد بالك الاكزامبل عندنا هنا تستستيرون، ومين تاني؟ اندستيرون هرمون. طيب هنا الاكزامبل يا مستر كانت استروجين، بروجستيرون، ريلاكسين هرمون. طبعا انتوا عارفين ان الاثنين دول كانوا مسؤولين عن الابييرنس اوف ميل سكندري سيكشوال كاركتر، زي شنبك وضعر وشعر صدرك وراسك، يعني الهبل بتاعنا ده. تمام. هنا مسؤولين عن الدلع والحنيه عند البنات، ده الفيميل كاركتر عموما يعني، ورجليه المنستوال سايكل بشكل اساسي، ده الاستروجين. البروجستيرون كان بيلعب بقى على فكره البريجنانسي بشكل اساسي، وكان الاستروجين بيجي من الجرافيان فوليكل. طيب والبروجستيرون كان بيجي من الكوربس ديتم والبلاسنتا، خلي بالك لما الست تبقى حامل. ريلاكسين كان بيجي من الاوفري، وكان بيجي من اليوترس، وكان بيجي من البلاسنتا، خلي بالك كان بيجي من ثلاث اماكن، اللي هو كان بيعمل ارتخاء في عمليه البيوبيك سينثيسيس عشان يسهل عمليه الولاده. ده كله كلام مباشر وسهل جدا. حلو قوي. وقف بقى، هل في انذر فانكشن للجونادز؟ طبعا الجونادز في الراجل بتطلع منتج تاني اسمه سبيرم. طب الجونادز في الست بتطلع منتج تاني اسمه الاوفم. وفي ناس كانت بتقول بنعتبر ان الاوفري والتستس ميكسد جلاند، ميكسد جلاند على اعتبار ان هو بيطلع حاجه براه از اكزوكراين سكريشن وبيطلع الهرمونز از اندوكراين سكريشن. طيب هنا بقى السيميلاريتي ما بين الميل هرمون وما بين الفيميل هرمون، ان هما الاثنين نفس الماده الخام اس ستيرويدز اكسبت ريلاكسين. ريلاكسين ده هرمون بروتين، استروجين وبروجستيرون استرويد، تستستيرون واندستيرون استرويد، ريلاكسين هرمون بروتين نهايته اي ان. خلي بالك، خد بالك بقى من التكه الحلوه دي، يجي يقول لك ايه؟ بص يا كبير كده، بص كده يا كبير، سورسز اوف
سكس هرمون ان فيميل از مور ذان ميل. ايه رايك في الجمله الحلوه دي يا واد؟ مصادر انتاج الفيميل هرمون اعلى من مصادر انتاج الميل هرمون. صح لا يا مستر؟ صح. اقول لك انا يا كبير، الراجل يطلع ميل هرمون منين؟ من منطقتين، التستس بتاعته والادرينال كورتكس. الله ينور، حلو جدا اهو. الست تطلع بقى فيميل هرمون منين؟ ما زيها يا مستر، من الاوفري بتاعها ومن الادرينال كورتكس. بص برضه يبقى هنا مصدرين وهنا مصدرين. نسيت انت حاجه يا حلوف، ان الست لما بتبقى حامل بيبقى عندها بلاسنتا، البلاسنتا بتطلع بروجستيرون وتطلع ريلاكسن، يبقى اماكن خروج وتصنيع الفيميل هرمون اكتر في العدد من الميل هرمون. حته تكه حلوه، حته تكه حلوه. مصادر انتاج الفيميل هرمون في الست اعلى، او مصادر انتاج السكس هرمون عموما في الست اكتر من مصادر انتاج الميل هرمون، لان الراجل بيطلع من مصدرين التستس والادرينال كورتكس، اما الوليه بتطلع من الادرينال كورتكس والاوفري والبلاسنتا لما تبقى برجنت حامل. خلي بالك، الله يرضى عليك، عشان ده يفرق معانا. خلي بالك ان التستس بتطلع استرويد بس، لكن انا عندي الاوفري بيطلع استرويد هرمون ويطلع بروتين هرمون اسمه ريلاكسن هرمون. خد بالك من القصه دي لو سمحت. طيب دي كانت الهرمونات الجنسيه اللي احنا فكرنا فيها كويس قوي، وقلنا ان البالانس بتاعها لازم يبقى مظبوط ما بين الاوفري وما بين الست. طبعا انتوا عارفين ان التستوستيرون له وظائف معينه، وعارف حضرتك ان الاستروجين بيجي من الجرافيان فوليكل ويعمل ريجليت للمانستول سايكل وابيرنس للفيميل سكندري سيكشوال كاركتر، وعارف ان البروجستيرون بيجي من الكورباستيتم وزن بلاسنتا، اول 3 شهور حمل كورباستيتم، بعد كده يجي من البلاسنتا يعمل بريجنانسي وبريبيرنج للاندوميتريوم وبريزيرفنج للسكنس بتاعه عشان الحمل ينجح. ريلاكسن كان بيجي يعمل ارتخاء لمين؟ لعضلات الحوض والتشو والكارتج والقصه دي كلها. طب كان في حاجه بقى عندي اخيره اسمها جاسترو انتستينال هرمون، جاسترو انتستينال هرمون. انت عارف انا لو بطل اكتب بسرعه والله خطي يحلو، خط يحلو والله. جاسترو انتستينال هرمون اللي هي الهرمونز بتاعت الجهاز الهضمي. كان عندك هرمون اسمه الجاسترين، بيجي منين؟ بيجي من المعده، استومك، ويشتغل على مين؟ على الاستومك. فده من ضمن الهرمون اللي بيجي من مكان ويشتغل على نفس المكان. الهرمون اللي بيجي من مكان ويشتغل على نفس المكان اللي هو مين؟ الجاسترين هرمون. في هرمون تاني هيجي في الاسئله، عندي سكرتين، بيجي من الميوكاس لايننج بتاع السمول انتستين اللي اكتشفه ستارلينج. ايوه الله ينور عليك. ويروح يشتغل على البنكرياس عشان ينزل البنكرياتيك جوس بتاعته، وده بيشتغل عشان ينزل الصوديوم بايكربونات في الاول، وبعد كده الكوليسيستوكاينين برضو بيجي من الميوكاس لايننج بتاع السمول انتستين اللي هو الديودينم، ويروح يشتغل على البنكرياس عشان يبتدي ينزل البنكرياتيك جوس. وفي ملزمة الشرح كنت جايب لك تفاصيل بزيادة حبتين، السكرتين بيعمل ايه والكولسيستوكاينين بيعمل ايه. فالسكرتين كترتيب، يعني انا واكل يبقى الجاسترين الاول، وراه السكرتين، وراه الكولسيستوكاينين. دي كانت الهرمون. فكان عندي جاسترين، سكرتين، كولسيستوكاينين من البنكرياس والميوكاس لايننج جايين على الاستومك، من اسف سكرتين واسف جاسترين سكرتين كوليسيستوكاينين من الاستومك والميوكاس لايننج جايين على البنكرياس والمعده، رايحين عشان نهضم فننام واحنا مرتاحين. وعجبي، دي كانت الهرمونز اللي كانت عندك بتاعت الجهاز الهضمي، ترتيب افرازهم جاسترين سكرتين كوليسيستوكاينين. لما يبقى عندك زياده افراز في الجاسترين، خلي بالك ده ايه؟ يعمل لك حموضه عاليه، لان هيزود انتاج البيبسين والاتش سي ال في معدتك،